نعم بالضبط. فهو رأى هذه القردة يرجمون قردة، فهو رأى رأى القردة ترجم القردة. قردة قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها ورجمتها معهم. هذا الصحابي، هذا الصحابي اللي يقول علي يعني شارك القردة برجم القرد. نعم رآها ترجم فرجم معهم. ما هو الإشكال؟ رأى مجموعة من القرد ممكن هي بتلعب هذه ممكن، لكن هو رأى هذه الرؤية موزنته. أي نعم عارف الزنا، نعم لأنه الرجم ارتبط بالزنا مهم، فهذه رؤيته. الآن البخاري نقل هذا الخبر، البخاري لا يتهم. الآن أضرب لك مثلا، أنت رأيت الأخ الفاضل مثلا يعمل في أمور ما هزينة، وأنت نقلت لنا قلت أنا رأيته يفعل كذا وكذا، فأنت لا تلام، يلام فاعل الشيء. الآن بخاري أين اللوم لبخاري؟ أنا ما أدري لماذا أنت تلوم بخاري. اللوم هنا يقول يشارك الحيوان بمسألة إسلام الإنسان. طيب. فهل الزنا حرمة على القردة من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم سنة، أم هو حيوان لا يعني لا يتقارن بالإسلام؟ طيب هل النمل يتكلم؟ لا ما يتكلم، يتكلم بلغته هو. لكن القرآن قال وقالت نملة. كيف هذا؟ هذا بينهم يعني لغة الحيوانات. هل يعني هل الإسلام يعني إجل النمل؟ أنا يعني ما أنت تقول إن الحيوان ممكن يتفاهم؟ يتفاهم ما بينه، ما نقدر نتفاهم وياه. إيه يسميه كلام؟ كلامهم إيه تفاهمهم. ما فيش إشكال، بس سميته كلام. ما هو تعريف الكلام؟ نشوف عم بنطبق على النملة أو لا. هو التفاهم، الكلام هو النطق بأسلوب للتفاهم. طيب النملة نطق؟ ما هو قاعد أقول لك يتفاهم ما بينه وبعض بعض. لكن أنت سميته كلام في النهاية مو هيك؟ شبهته بإيش؟ أدري جاب هاي على هاي. لأنك بدك تشبهه بالإنسان. النمل حيوان. النمل حيوان. طبعاً. حشرات يا رجل. حشرات. حيوان. حيوان. كل ما في حيوان. الشجرة حيوان. كل الآخرة اللي هي الحيوان. كل ما ليس له. نقفون. دار الآخرة. هو العربية. الآن هذه مشكلة الشعر. مشكلة الشعر في العربية. الآن الحيوان اصبر. لا قاعد تناقض، أنت قاعد تجويها، قاعد تناقض بالكلام. أنا قاعد أسألك الحشرة أو الطير أو الحيوان مو بمعنى الجنس، مو بمعنى التفريق بين أكو إنسان وحيوان وجماد ونبات. الحيوان ليس بمعنى الحيوان الجنس، الحيوان كل ما فيه حياة فهو حيوان. الدار الآخرة شنو؟ طيب. يقول القرآن هل الأرنب الدار طيب. الآخرة هي الحيوان. طيب. هل يعني الآخرة صارت حيوان؟ طيب. هل الحيوان هل يعني فيها حيوان؟ يرد على نفسه بنفسه. يرد على نفسه بنفسه. الإشكال أنه القرد، القرد كيف مش قال خليك مع هذا؟ القرد مكلف. وأنا قاعد أقول لك خليك معي. صحيح البخاري يقول رأيته في الجاهلية قردة. هذا هو الشيعي يذهب كل أسبوع. هذا مو هو الشيعي. الآن أحضر هذا الرجل. سألته سؤالا فأنت تركتني تركتني و مو بصحيح يعني البخاري يكتب الأشياء اللي فيها أنه قيلت وسندها ضعيف. لا 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 هذا كتاب صحيح، كتاب صحيح لكن الحديث هذا أصح كتاب بعد القرآن. هذا أصح كتاب يا أخي خليك معي يعني مالك هذا الحديث. فسر لي ما شراكة القرد بالإنسان على مود إن تقول عنه زنا القرد، ولماذا يعني يذكر في البخاري؟ واحدة واحدة. أنا أفهم من هذا أنك أنت تحاول حوار عقلي، فأنا ألزمك بالعقليات. الآن أن الصحابي رأى قردة يرجمون قردا ورأى أن هذه صورة الزنا، ما هو الإشكال؟ لأن مسألة الرجل ارتبطت بالزنا، ربما هذه القردة هاي حياتهم. طيب حياتهم هاي حياة الحيوانات هيك عايشة. أنا ما عندي إشكال أنها خلنا نسمع لا 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 اترك هو خلك معي هو ما عم بسمع. لا لا بس يلا يلا توكل على الله. إذا بده يساعدك قول. لا والله وشو هاي ساعد بيان بين العين الشمس ما في إشكال. نعم الآن أنت قلت أن طيب هل الهدهد تكلم في القرآن؟ أخي هذا نبي الله سبحانه وتعالى. هذا النوعية اللي أقول لك أخي هذا نبي سليمان. صحيح أعلم منه الله سبحانه وتعالى جعل من سليمان عليه السلام أن يتكلم مع الحشرات والطيور والحيوانات وكل شيء. كرامة له يعني. طبعاً. طيب. هاي معجزة الله. طيب. وهذا لو ألزمناك بنفسه قلنا أن هذه معجزة للصحابي يعرف إنه القرد اللي بتزني أو لا.
ما هو الإشكال العقلي؟ ما تقدر تلزمني بهذا الشيء. مو أنت قلت أن سليمان كان له إعجاز؟ كان هذا نبي، هذا نبي. يعني المعجزة للأنبياء بس. المعجزة للأنبياء بس. بس هل علي كان له معجزة؟ أخي أنت ليش تحاور تقلب الموضوع؟ أنا قاعد أسألك بحديث. أنت راح تجيب للأئمة والأنبياء كلهم. قاعد أقول لك خارج عاش عيشة الحيوانات. اسمعني عيش لأنه هكذا يتخالف. الأنثى مع الذكر هكذا. ليش تحكم علي بدل حكم الإنسان بالبخاري؟ شلون تحكم علي زنا وترجمه؟ أكو كتاب من بعد القرآن الأول من بعد القرآن يقول هذا الكلام. الآن أنا أتكلم. أنت إلى الآن ما عندك اعتراض عقلي. سألتك أنا الاعتراض العقلي أخي. قاعد أقول لك شلون الشارك قرد بالإنسان؟ ما هو الإشكال؟ ما هو الإشكال؟ أنه رأى أن مجموعة يعني الإشكال أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أجى حكمه حتى على الحيوان مو بس الإنسان. طيب الآن هذا صحابي، ما هو الحديث؟ ما قال النبي؟ صحابي يرى هذا، يتكلم عن الجاهلية، أنه في الجاهلية رأى مجموعة من القرود رجمت قرد بالجاهلية. إيه نعم، هذا من كلامه الذي رأه في جاهليته. أطلع لك إياها، ليس بالجاهلية. طيب طلع لي. وإنها بالإسلام بعد الإسلام. طيب طلع لي. بالجاهلية لو بالإسلام. بالجاهلية قردة رأيت قردة مجتمع عليها قردة. ورتك لا. سنت فرجموها فرجمتها معها. ورتك يا أبا. لا. إشلون؟ مو شلون؟ أحمر لون أحمر. خلك. من تعلم الرجل؟ اترك الخلاص. أبو محمد. أبو محمد ورتك؟ إيه بالجاهلية. موافق على كلام أبي محمد؟ هي أنت إذا تروح على الجاهلية ولا تروح على أنت شلون تذكرها؟ موافق عليه الأول. موافق يعني على. خلاص موافق إذا يقول بالجاهلية موجودة. صدقه. أخي مصدقه لأن. ليش ما صدقني أنا؟ أنا ما أصدقك لأن سني. لا لأن حتى كتابك ما مصدق. أنت قاعد تنقل عن القردة، ترجم القردة مثل ما ترجم الإنسان. خلينا نسلم. يعني هذا الكلام خطأ. مو هي نهاية القصة. طيب هل تستعمل هذا العقل كذلك؟ وأي أمر يخالف العقل كذلك خطأ؟ كل شيء يخالف العقل خطأ. طيب عندنا كرامة وعندنا معجزة. هل النبي تجتمع فيه الكرامة والمعجزة؟ طبعا. طيب هل علي تجتمع فيه الكرامة والمعجزة؟ الكرامة ما أقدر أحكم لك، ما أقدر أثبت لك. هو عنده كرامة يعني. واحدة واحدة. هل علي تجتمع فيه الكرامة والمعجزة؟ هذا حديث ما أقدر أدخل فيه. دينك ما تعرفه؟ شو دينك؟ أي واحد أي إنسان. علي مثلي مثلك. علي إنسان. الله أكبر. علي مثلي مثلك. والنبي مثلي مثلك. إنسان. الله أكبر. أنا أختي كرمة. كرمة من قبل الله سبحانه وتعالى. مو أنت ما أنت قاعد تدخل مواضيع ثانية قاعد. الله أكبر. العقل عقل. العقل. أخي. علي مثلي. أخي. علي مثلي. اسمع اسمع. علي مثلي. علي إنسان. مثلي. مثل كي أي إنسان. طيب أنا أنسى. علي ينسى؟ علي لا ينسى. أو النبي لا ينسى. اسمع ماكو إهدى. اسمع لك خلنا أكمل لك. أنت قلت علي مثلي. أنت قاعد تدخلنا مواضيع ثانية ما أدري وشنو وراها. يعني شنو وراها؟ وراها أن هذا العقل الشيع لا يستعمله إلا عندما يتكلم عن السنة، لكن لو كلمناه عن التشيع ما يستعمل عقله كالنصراني. أكلمه عن كتابه ما فيش عقله. هللويا. لكن لو تحدث في كتاب الله يقول لك الآية هذه والحديث هذا، وعندما تسأله عن كتابه المكدس يقول هللويا. الشيعي يقول يا فاطمة يا علي، والنصراني يقول أولا شيء. أول شيء أنت غلطان. ليش؟ النبي نبي والإمامة إمامة، كل شيء لحال. النبي ما هو إمام؟ فأنا أسأل النبي إمام ولا هو إمام؟ النبي إمام. طيب. إن كنت مولاه فعلي مولاه. ما علينا. لا أنت دخلت. هاي دخلت. هل النبي مولى؟ فالنبي مولى وإمام ونبي. لكن هو يقول لعلي إلا أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة فقط. إلا النبوة. ما فيش إشكال. يعني معناتها نفس النبي إلا النبوة. هذا حديث معروف. طيب. الآن
هل علي والنبي شيء واحد؟ شيء واحد. كيف شيء واحد؟ يقول هو ليس بنبي. لأن افتح القرآن يقول لك نفسي أنفسنا هذا هاتوا أنفسنا وأنفسكم هذا علي نفسي إلا النبوة. طيب فاطمة نفس النبي؟ نفس النبي إلا النبوة. وين دليل فاطمة نفس النبي؟ أنت ليش تروح تعبرني إذا قلت لك هذا راح تروح الحسن والحسين؟ هذا مو موضوع حبيبي. أنا أبوك لأني أريد أن أبرهن لك أنك لا تستعمل هذا العقل. يلا قل لي شو وين الغلط؟ أنك أنت جعلت علي والنبي شيء واحد. إلا النبوة. طيب إلا النبوة. هل فاطمة والنبي شيء واحد إلا النبوة؟ طبعا نفسه. إذن علي والنبي وفاطمة ما الفرق بينهما؟ مرجعية أنت قلت النبي وعلي شيء واحد إلى النبوة، فاطمة والنبي شيء واحد إلى النبوة. الآن ما هو الفرق بين فاطمة وعلي؟ أنت النبي. لا فاطمة وعلي. فاطمة وعلي. درجة العلم الإمامة عند علي وليس عند فاطمة. طيب. زين. نعم يعني أنت أفهم من كلامك أن فاطمة مها بإمام ولكن علي هو إمام. طيب هل أنه إمام يكون أفضل من فاطمة؟ علي صحيح هذاك واحد قبل علي إمام أفضل من فاطمة علي لا لأنه إمام يكون أفضل من فاطمة لأنه عنده علم طبعاً فاطمة عندها علم عندها علم علم ليس درجة الإمامة اللي عند علي ما تقول لي درجة أنا أسأل الفرق بين فاطمة وعلي أن فاطمة إمام وعلي ليس بإمام هم يرون علي أفضل من محمد الآن الآن هذا الآن هذا كل المجدين هنا يقول علي مولود بالكعبة علي أفضل من فاطمة لماذا؟ لأن علي إمام إذن الإمام أفضل من فاطمة طيب المهدي أفضل من فاطمة يا أخي ما راح تخلص أنت راح هذول أولاد فاطمة هل هو أفضل منها؟ يقولون عن نعم أو لا أخي هل المهدي أفضل من فاطمة نعم أو لا؟ أنت فاطمة بنت هل المهدي أفضل من فاطمة؟ لجلها لها أجلال غير ذلك بالتأكيد سؤالي هل المهدي أفضل من فاطمة؟ والله لو جاوبتك راح تقول لي بعد غير المهدي هل؟ بابا هسه صار أربع أشخاص خمسة أشخاص كافي ما أنا أقدر أفتي لك بالفقر خلاص